جالي خبر كده ان ناس كتير قوي بتقول ان انتي شبه انجلينا جولي، وانا بصراحة شايفة الشبه ده. انتي دايما بيوقفوكي مثلا على انك انجلينا جولي او بيجيلك الشكل الشبه ده؟ ميرسي كتير لإلك. طبعا دي يعني انجلينا جولي، she's one of the you prettiest really look women. like her. Thank you so much. she's one of the prettiest women in the world. And يعني she's also my role model، قدوة ليا يعني. وهي كبرت عملت حاجات كتير للناس حلوة، انه in humanitarian ways the way she brought children and adopted them and created a family. فدي يعني قدوة ليا، وهي هي كبرت ست قدوة لكل الناس حقيقي. ويعني حرام ان شاء الله خلنا نقرا لها بالتوفيق، عشان على طول عندها سرطان ومشاكل السرطان. انت قابلتيها؟ لا مش قابلتها، شفتها مره. أوكي. كانت تاكله في مطعم تحت بيتي والله بجد. بس يعني عمري ما قابلتها، بس نفسي انه اشبه ثقافتها واشبه حركتها الانسانيه. نفسي اشبه عملها اكثر من وشها، بس يعني اكيد انا دي فخر الي انه انتم تشوفوني كده.